يلي بيتابعوا يوميات ديما بياع على السوشيال ميديا حابين كتير حالة الحب بينه وبين زوجة أحمد حلو، ويلي بيلفت النظر إنه أحمد أيضاً بيهتم دايماً إنه ينشر صور لديما على حسابه الخاص وبيوصفها بعبارات جميلة دعماً لإلها. لذلك كان لازم أولاً نبدأ حوارنا معه بهالموضوع. مثل العادة دايماً حاضر معك الداعم الأساسي لإلك أحمد. أحمد فيك تيجي معنا؟ أهلاً. مرحبا، كيفك؟ بدي أسألك قديش مهم دعمك لديما ولمسيرتها، وهل تتدخل في اختياراتها؟ دعمي لإلها من حب طبعاً، أنا لازم أي زوج أو هي كمان بتدعمني معظم الوقت، فياريت أكون معها 100% في الدعم، بس يا بختار لها كتير أشياء، لبس، أعمال، بتشاركني كتير حلوة. ده مو غريب إنه مهيوب لهلأ ما إجا أولاد؟ انت حبلتي منه شيء؟ لا، بس انت عندك صبحي من جوزك الاولاني، يعني انت بتقدري تجيبي اولاد. وقت ما بيكون في دور او شيء بيقول لي كيف مفكره تعمليه، يعني السنه الماضيه وقت سلاسل ذهب من اكثر الاشخاص اللي امنوا بالدور، مع انه هو دور بنت طيوبه وعملتها كيف عملتها هبله، فكان كثير مبسوط عليها. الواحد مرات ما بيشوف حاله لاكثر، يعني المحب بيشوف الشخص الثاني اكثر، فانا كنت شايفها بالدور اقوى بكثير، وعن جد صار يعني الدور كان بجنن. نسيتي كيف كنت بدلي بشكشي؟ انا ما عادت جبه وحوبه مثل قبل لحتى تضحك علي. وبعد كل هالدعم من احمد فهي على وشك انها تبدا بعمل جديد، الا انه هناك بعض الاشياء يلي وقفتها قليلا. هلا اول شغله اللي بيوقفني شوي النصوص، يعني دائما بيجيكي نص حلو بس ما بتحسي هيك، يعني بده شغل اكثر، وانا كثير حدا بيكي بهذا الموضوع، يعني اذا ما كان بالضبط مو دوري بس بشكل عام العمل كله ككل ممتاز ما بحب فوت فيه بغض النظر مين الجهه الانتاجيه، فهذا الشيء اللي خلاني شوي هيك عم بتردد بكم شغله. لا، في عمل سوري وفي عمل مشترك لبناني سوري.